وجاية لكم بملخص لمسلسل كوري جديد لسه نازل طازة، واسمه حب ومصالح أو لا مكسب لا حب. وعندنا ثلاث قصص حب لثلاث بنات صحاب هيدوخونا وراهم، وخصوصا بطلتنا الأدرى الجبروت اللي مشيبة كل رجالة الكوكب. فيا ترى عريسها المسكين هيعمل ايه؟ ده اللي هنعرفه في الملخص بتاعنا. بس بليز قبل ما نبدأ حطوا لايك للفيديو ووصلوا ل10,000 لايك، وما تكسلوش يا حبايبي لان انتوا اللي طالبين المسلسل ده وانا ما اقدرش اتاخر عليكم. وكمان اشتركوا في القناه واكتبوا رايكم تحت في التعليقات والمسلسلات اللي انتوا عايزينها. ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدا مع بطلتنا هي يونج، واللي بتبقى عيله لمده حبتين تلاتة اربعه ومش بيهمها حد، فبتزعق للمدرس عشان مخليهم بيلعبوا في حته صغيره انما بقت المساحه للولاد. وبتبقى مفكرة بقى صاحبتها البنات هيقفوا معاها، ولكن أبدا بيطلعوا واطيين وبياخدوا صف المدرس. فبنتنا بتزعل وبتحس إن الدنيا جاية عليها. وعشان تكمل لما بتروح بتتفاجئ إن مامتها جايبة ولد وبتعرفها إنه هيعيش معاهم. وبعد كام يوم بتلاقيها داخلة عليها ببنت تانية، وبعدها برضو بتجيب بيبي تاني. فبطلتنا مش بتقدر تستحمل الوضع ده لأن مامتها بتشتغل مربية أطفال، وبيبقى المطلوب من أمها تاخد الأطفال دول في بيتها لفترة معينة، وحرفيا بتعاملهم أحسن من بنتها 100 مرة، لدرجة إن بنتنا بتحس إنها في فيلم غريب في بيتي من كتر الناس اللي داخلة واللي خارجة. وبتعدي سنين لحد ما بطلتنا بتكبر وبتبقى موظفة في شركة، وبنشوفها دلوقتي وهي واقفة في فرح مع صاحبتها عشان تنقط. فصاحبتها بتسألها هتنقط بكام، وبنتنا بتبقى مقررة تديهم 100,000، وده لأن القرش لما بيخرج من جيبها بيتكتب له عمر جديد. فصاحبتها بتفكرها إن العريس كان زميلها في الجامعة وكمان زميلهم في الشغل، فبتقول خلاص هديهم 150. ولما صاحبتها بتعرفها إنهم صارفين على البوفيه جامد، فبتقول بس هما ال 300,000 ومش هدفع مليمة زياد من كده، فكروني يا جماعة بأعزمها على فرحي، ما شاء الله بتنقط كويس. المهم إنها بتبص حواليها وبتلاقي كل الموجودين زمايلها المتجوزين وهي كانت منقطاهم في فرحهم، ولو جمعت الفلوس دي لنفسها كان زمانها جايبة عربية. المهم إن بنتنا بتروح تديهم الفلوس من تحت درسها، وبتروح بقى عشان تسلم على العريس، وبنكتشف إنه كان حبيبها السابق. وبتبقى العلاقة ما بينهم متوترة لأبعد الحدود، وكل واحد عمال يقصف جبهة التاني من تحت لتحت. وعلى الجانب الآخر بنتعرف على بطلنا كيم، واللي مش بيبقى بس جرين فلاج إنما حديقة أشجار متحركة، وبيبقى شاب أخلاقه عالية جدا، لا الأخلاق الأصلية مش الخضرة، وكمان مؤدب ومتربي 7,000 مرة. وبيبقى دلوقتي بيقدم في وظيفة، ولكن صحاب الشغل حرفيا شياطين، ولما بيلاقوا بطلنا ملتزم كده وملوش في الشغل اللي مش مظبوط بيطردوه. ونرجع لبطلتنا وبيبقى الفرح خلاص بدأ، وبيبان عليها انها زعلانة لما بتبص على حبيبها السابق جاي مع عروسته. فبنرجع 6 شهور لورا وبنعرف انهم كانوا مرتبطين في السر، وفي مرة راحت قالت له انها هتنفصل عنه عشان ما بقتش تحبه ومش مرتاحة معاه. وجاي كان بيتقطع من جواه وبيترجاها تفضل معاه وما تسيبهوش، فبنتنا مش بتهتم وبتسيبه فبيقعد يعيط. ودلوقتي في الفرح بطلتنا بتبقى حاسة بالذنب لأنها سابته بطريقة قاسية جدا، وفجأة بيشتغل فيديو للعروسين، وبتكتشف إن جاي القادر كان مصاحبهم هما الاتنين في نفس الفترة، وكمان في اليوم اللي هي انفصلت عنه فيه. مسح دمعتين التماسيح بتوعه وراح اتقدم للعروسة. فبنتنا بتحس انها مغفلة وكرامتها بقت في الارض، فهبة بتسحب غطا الترابيزة وبتعمله جيبة، وبنلاقيها جابت طرحة وعملت تاج على راسها ولكأنها العروسة. وبتفضحه بقى قدام المعازيم، وكمان بتقول للعروسة واللي بتبقى بنت كيوت وملهاش في المشاكل اصلا، وكمان بتقف تتصور معاهم. وبيبقى الناس كلها بتعمل قلوب الا هي بتعمل حاجات غريبة ومش طايقة العرسان طبعا. وبعدها بترجع بيتها وبيبقى في 2 عايشين معاها، أم شعر قصير دي إنجي كاتبة روايات، والبنوتة التانية اسمها صوفيا وبتشتغل في الدوبلاج. وبطلتنا بقى بتوريهم الهدية اللي جابتها من الفرح، وبتطلع راس العريس. وطبعا كلنا افتكرنا فيلم لخمة راس، ولكن في الحقيقة ده بيبقى الورد اللي هي خدته من العروسة، وبيبقى كل اللي حصل ده أصلا في مخيلتها وكان نفسها تعمله بس ما حصلش. وبيبقى الفرح عدى بسلام، ودلوقتي بتعرف صاحبتها إنها زعلانة مش عشان الإكس إطلاقا إنما عشان ال 300,000 اللي اتدفعوا. فصوفيا بتقول لها المشكلة في اختياراتك، وبنعرف إن بطلتنا ارتبطت قبل كده بواحد بخيل وكان عايش معاها في البيت فما استحملتش كده وشرشحت له وفضحته في كوريا كلها وطردته.
وبعدها ربنا كرمها بواحد كيوت وبسكوتية خالص، بس طبعا بنتنا قادرة وجبروت فما استحملتش برضو وطردته وارتبطت بالإكس في الآخر واللي طلع عليها القديم والجديد. المهم ان بنتنا مش بتهتم بكلامهم اصلا، فبتنزل بقى بالليل عشان تشتري سجاير ونعمل اخلاق والتربية، وبيبقى بطلنا كيما هو اللي واقف في المحل وبيبقى من اول مرة شافها فيها مش بيطيقها، وسبحان الله هي كمان مش بتطيقه ومسميه الكلب المسعور وبتحس انه هيعضها في اي لحظة، ولكن ده ما يمنعش انها بتحترمه شوية عشان بس يعرف اماكن الحاجات اللي بتحبها، ولما بتتجرأ وبتطلب منه سجاير بيديها لها وبيعرفها ان التدخين مضر بالصحة فبتقوله مالكش فيه. وتاني يوم بنشوف انجي وهي بتنشر الفصل الجديد من روايتها، وبتبقى روايتها شبه روايات اسمك كده بالظبط، مبتذلة وتحت بير السلم، وكل التعليقات بتبقى من ناس محترمة فبيدوها شتيمة 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 ما عدا ست واحدة بس بتشجعها من اول ما بدأت عشان تكمل. هو ده صاحب السوق اللي مفروض ما نسمعش كلامه، ولكن للأسف انجي بتسمع كلامها وبتقرر تكمل، وكمان بتثبت تعليقها عشان تغيظ الباقيين. ولما بيوصل للست دي اشعار بكده بترقص من الفرحة، وبنعرف انها غنية جدا وعلى قلبها فلوس قد كده، وبتبقى قاعدة تضحك على الرواية، فجوزها بيقول لها مالك مبسوطة كده ليه، فبتعرفه انها بتقرأ رواية خيالية عن راجل بيحب مراته ومخلص ليها وبتديله كلمتين في جنابه، وده لانه راجل واخده وخانها قبل كده، ومن ساعة الوقت ده وهي مش طايقاه وعايشين سوا بس عشان خاطر ابنهم، واللي بيبقى شاب كبير وبنعرف انه الرئيس التنفيذي لشركات كتير جدا من ضمنهم شركة بطلتنا، وبتبقى امه مربياه على احترام المرأة والاخلاص للست اللي معاه، بينما ابوه بيخيره يا اما يخلي شركتهم رقم واحد في السوق ولو ده ما حصلش هيجوزه غصب عنه، وبيبقى الرئيس اصلا متعقد من الجواز بسببهم، فبيضطر يوافق على موضوع الشركة وبيروح يصوت مع السكرتير، ومش بيبقوا عارفين هيعملوا كده ازاي. بينما بطلتنا لما بتوصل الشغل بتلاقي الاكس راجع من شهر العسل، وصاحبتها بتعرفها ان طول ما هي سنجل كده فوت حاجات كتيرة قوي. هنطول مع بعض شوية بس ورقة وقلم وعدي ورايا يا ست الكل. اولا الشركة بتشجع على الجواز فبتديهم نقطة 3 مليون وبتعمل الفرح على حسابها، وكمان اسبوعين شهر عسل، وكل سنة في ذكرى جوازهم بتبعت لهم ورد، وعلى كل طفل بيخلفوه بياخدوا مليون، وكمان تورتايه في عيد الميلاد، وغير ان المتجوزين دول بياخدوا شغل اقل واجازات اكتر وترقيه بسهوله. ابوس ايدك وبسرعه عنوان الشركه. وطبعا قدام كل الاغراءات دي احنا ضعفنا فعايزين عريس عشان نتجوز بسرعه، وبطلتنا هي كمان بتتشجع فبتاخد الاكس على اوضه لوحدهم وبتديله ملف مليان شتيمه وبتعرفه ان هي عايزه النقطه اللي دفعتها، فالوطي بيقول لها في فرحك بقى هبقدهم لك، وده لانه بيبقى متاكد انها مش هتتجوز ولا في راجل هيستحملها. فبطلتنا بتقول له الله يرحم، وبنعرف انه زمان كان بيجري وراها في كل حته وحرفيا بيترجها عشان تحن عليه وترتبط بيه، وبنتنا دلوقتي بتتصل بيه وبتعرفه انها راح تقابل مراته ولو ما حولش الفلوس هتفضحه، فبيترعب لدرجة انه بينط من على الراجل نطة لولبية وبيتحدى الزمن عشان يوصل لهم، وفي الاخر بيلاقيها اتصاحبت على مراته وجابت لها هدية وما قالتش حاجة، والاكس بيتزنق زنقة لا يحسد عليها، فبعد كام ثانية بنلاقيه نزل على ركبته وبيعتذر لبطلتنا وبيعرفها انه اتجوز مراته قال ايه عشان من عيلة غنية وان هي اللي بتصرف عليه وبتديله المصروف، وبيعرفها انه مش هينفع يرجع لها الفلوس الا في يوم فرحها، فبتقول له يعيب الشوم على الرجالة. ولما بترجع مكتبها بتلاقي الرئيس عامل مسابقة على ترقية جديدة، فصاحبتها بتقول لها ريحي نفسك مش هيقبلوك عشان سنجل اصلا، فبنتنا بتحس ان الكون كله عايزها تتجوز، وعشان كده لما بتروح بتجري على بطلنا وبتعرض عليه يتجوزها، فبيعرفها انه عايز يتجوز واحدة لطيفة، فبتقول له انا لطيفة خالص، فبيقول لها بس يا كدابة ده انت لطفي. فبنرجع بالزمن 6 سنين لورا وبنعرف ان في اول يوم شغل ليه في المحل شافها وهي بتهزق حبيبها البخيل قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وكمان خليته دفع الحساب غصب عنه، فبطلتنا بتعرفه انها كانت بتعمل كده لانه كان راجل جلده وبخيل وكان لازم يشارك معها في الفلوس مش هتصرف عليه، فالبطل بيقول لها طب فاكرة حبيبك التاني، وبنعرف ان هي جابته هنا برضه وهزقته، تقريبا مش بيحللها التهزيق الا في المحل ده، وعشان كده بطلنا بيعرفها انه مش بيطقها ولا عمره هيبص لها. وتاني يوم بطلتنا بتروح عشان تقابل سوزي مرات الاكس، بس صاحبتها بتوقفها وبتبدأ تلم معاها وبتعرفها ان سوزي كانت صاحبة الرئيس من ايام الثانوي، فتخلي بالها وهي بتتكلم معاها لحسن تلبس في الحيط، فبنتنا بتروح لها بس بتتفاجئ انها جايبة الاكس برضو،
وبتعمل لهم هما الاتنين كمين، وده لانها عرفت انهم كانوا مرتبطين. فبتقول له بطلتنا بقى انت جيتي فرحي وبتمثلي انك صاحبتي، شكلك حربية وسوسة وعشان كده بتمسك الشاي وبتكبه، بس بنتنا بتفلت منه وبيجي على جوزها الواطي، وبيبقى كل السسبنس ده في مخيلة بطلتنا كالعادة. وبتبقى سوزي كيوت اصلا ومجمعاهم لان هما الاتنين قدموا نفس المشروع للمسابقة، وكده محدش فيهم هيتقبل، فبتطلب منهم يقعدوا يحلوا المشكلة دي. وبنكتشف اصلا ان فكرة المشروع بتاعت بنتنا، وقالتها للاكس لما كانوا مرتبطين، واللي طلع حرامي وسرقها منها، وعشان كده دلوقتي بتعرفوا ان دي فكرتها في الاساس ومش هتسيبها. فالاكس بيعرفها ان حتى لو هما الاتنين مقدمين نفس المشروع هو اللي هيتقبل عشان متجوز، وكمان بيعرفها انها لو فكرت تفضحه هيقول انها كدابة وان دي فكرته في الاصل وهي سرقتها منه بعد انفصالهم عشان تنتقم منه. حد يناولني شبشب يا جدعان اضرب بيه الصرصر ده. المهم ان بنتنا بتروح تعرف الكل ان فكرتها هي اللي هتتنفذ، وده لانها هتتجوز. وبتبدأ بقى تبحث عن حاجات الفرح، واول حاجة بتظهر لها انها تدور على شخص كويس بيحبها. فبنتنا بتقول مش مهم، كده كده هيبقى جواز مزيف، وعشان كده بتجري على البطل واللي بيقولها ايه عايزة سجاير. فبتعرفه ان هي بطلت عشان صحتها، وكمان انها بقت لطيفة دلوقتي، وكمان بتعرفه انها محتاجة عريس ضروري ومش بيبقى سمعها لانها بتتكلم بصوت واطي، وكمان في طلاب ورا بيزعقوا. فبتلف وبتخرج جعفر اللي جواها وبتزعق لهم كلهم، فبيخافوا وبيجروا. وبعدها بتلف البطلنا وبترجع رقيقة تاني وبتعرض عليه يتجوزها، وبتعرفه ان ده هيبقى جواز مزيف. فبيقول لها شكلك مجنونة يا انسة، وبيطردها. ولكن بنتنا بتصمم، فتاني يوم بنلاقيها طلعت الكراسة بتاعتها، فاكرين الكراسة الصفرة بتاعت الليمبي؟ هي دي بالظبط. وبتبقى كاتبة فيها كل النقطة دفعتها في حياتها، وبنعرف اصلا انها عاملة الفرح ده كله عشان تلم النقطة وتبقى غنية، وكمان تربي الاكس وتترقى في شغلها. فانجي وصوفيا بيعرفوها ان ده غلط وبيبقوا معتبرينها اختهم، وده لان هم اصلا اتنين من ضمن القبيلة اللي امها كانت بتربيهم. وبطلتنا بتبقى طايقاهم بالعافية وبتطلب منهم ما يدخلوش في حياتها، فصوفيا بتزعل وبتسيب البيت وبتمشي، بينما انجي مش بيبقى فارق معاها عشان بتبقى عارفة ان كل ده من ورا قلبها. تاني يوم بنتنا بتحجز قاعة الفرح، وكمان بتظبط مع المطعم اللي هيعمل البوفيه. تقريبا كده انت ناسية حاجة، العريس. لا 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 مش مهم. والموظفة بتستغرب فبتسألها هو فين العريس، فبتقول لها بيثق فيا وفي اختياراتي، انا نفسي اقول لها ان مفيش عريس اصلا. في الوقت ده صوفيا بتبقى في الشغل، وبنعرف ان حبيبها هو صاحب الاستوديو، وبتلاحظ عنده سلسلة حريمي فبتاخدها في الخباسة. وبعدها بيجي لها اتصال من دار الرعاية اللي بتبقى قاعدة في ام البطلة لان عندها زهايمر، فصوفيا بتروح، وبعد شوية البطلة بتيجي وبيتصالحوا. وصوفيا بتبقى مصممة انها لازم توقف موضوع الجواز المزيف، فبنتنا بتقول لها اسكتي، مش انا حجزت القاعة وظبطت كل حاجة، الفرح كمان 3 اسابيع، الف مبروك. وبنتنا بتقرر تأجر عريس من على موقع، وسبحان الله بطلنا بيبقى عارف الشخص ده ومش بيطيقه، وبالصدفة بيمسك تليفونه، ولما بيشوف الرسائل اللي بنتنا بتبعتها له بيدوس على التليفون وبيكسره لحد ما بيبوظ، وكل ده عشان ما تعرفش تتواصل معاه. ولما بيشوفها تاني يوم بتبقى الدنيا بتمطر، فبيدخل معاها تحت الشمسية وبيشدها ناحيته وبيسألها إذا كانت حاسة بحاجة، فبنتنا بتقوله لا طبعا، وبيبقى عامل كل ده عشان يختبر مشاعرها، بس بيقول لها انه موافق على الجواز، بس بيشترط عليها تفضي له السطح بتاعها، وده لان القطه بتاعته هتعمل عمليه ومحتاجه مكان تقعد فيه قد ايه انت حنين. فبنتنا بتوافق، وتاني يوم بيروحوا سوا عشان يجيبوا لبس الفرح، ولما بتقيس الفستان بيتصدم، مش من جمالها انما من غرابه الفستان اللي موته انتهت من ايام ستي وستكم. فبطلتنا بتعرفه انها بتعمل كده عشان تبقى غريبه وتخطف الاضواء ومحدش يركز مع وشه، وده لانها اتفقت معاه يحضر يوم الفرح بس وبعد كده فركش عشان مستقبله ما يتأثرش، وده لانه اكيد هيلاقي البنت اللطيفه اللي نفسه فيها ويتجوزها ومحدش من المعازيم يقول له حاجه. ونروح بقى لانجي، واللي بتقابل ام الرئيس، واللي بتبقى متابعة أصيلة جدا 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 لدرجة إنها دلوقتي بتمول الروايات بتاعتها، وبتسألها عن بطل الرواية وهل موجود زيه في الحقيقة. وبالصدفة بيعدي السكرتير وبنعرف إن هو بطل كل روايتها. وفي اللحظة دي إنجي بتفعل وضعية اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك مش موجود، وبتخبي نفسها بسرعة. وام الرئيس بتتصدم لما بتلاقي ابنها هو كمان في نفس المكان، فبتخاف لحسن تتفضح وبتخبي نفسها برضو. نسيب الاتنين اللي عايزين ضرب الشبشب دول ونروح لبطلتنا، واللي الحمد لله بتقرر تغير الفستان بينما البطل بيخش يقيس البدلة. وللأسف الاكس ومراته بيعدوا بالصدفة على المحل، وبيبقى بطلنا جوه سامعهم وعارف ان ده الاكس، فبيقرر بقى يغيظه وبيطلع يوريهم الجمال والحلاوة.
وبتبقى سوزي مبهورة من جواها بتقول شكلي اتسرعت، والإكس واقف بيغلي لأن بطلتنا لقت حد أحسن منه، وبنتنا أصلا بتبقى واقفة مصدومة ومش قادرة تنطق. وعشان تكمل ابننا بيقعد يجرب أكتر من بدلة، وفي كل مرة بيطلع أحسن من اللي قبليها، وبتبقى سوزي والموظفة مبهورين بيه وبيشجعوه، مش هقولك شيلي عينك انت وهي لأن ده مش جوزي دلوقتي عشان البطلة موجودة لحسن تضربني. وبطلنا بيعرفهم انه بيحبها من ايام الطفوله وبيقعد يدلعها، فسوزي بتغير وبتقول لجوزها بيبي ما تدلعني انا كمان. بينما بنتنا بتاخد البطل لبره وبتزعقله عشان خبى عليها انه وسيم وفتاك كده، وبتعرفه ان دي مصيبه عشان كده هيبقى نجم الفرح والكل هيركز معاه، وبتبقى متعصبه جامد لدرجه انها بتاخده على مقهى وبتشتري مشروبين ومش بتديله. وابننا الجنتل البسكوتة بيشتري هو كمان اتنين، بس بيبقى عامل حسابها مش واطي زيها. فبنتنا بتسأله هو ليه مخبي وسامته ورا النضارة، فبيعرفها ان جدته قالت له حكمة زمان ان وسامته دي هتعيشه حياة صعبة، وهو بس اتبهى بجماله لما كان بيقيس البدلة عشان يغيظ الاكس. فبنتنا بتحكي له قصتها مع الاكس وانه طلع خاين، وبيقعدوا شوية يتكلموا سوا، وتقريبا كده بدأوا يتقبلوا بعض. بينما سوزي بتبقى لسه مبهورة بجمال بطلنا لحد دلوقتي وفرحانة ان البطل هتتجوزه. سوزي بتبقى واحدة سالكة مش شبه جوزها اللي عايز ضرب الشبشب وبيبقى قاعد جنبها وهيموت من الغيرة. ونروح بقى لأم الرئيس واللي بتبقى قاعدة تقرأ فصل جديد من روايات تحت بير السلم، وبتبقى مبهورة بالرومانسية المبتذلة اللي موجودة فيها. وأول ما بتلمح ابنها بتعيش في دور الطهرة الشريفة، وبتقفل التاب وبتقوله إنه لازم يبقى محترم زيها وما يقربش من أي ست متجوزة أو حتى مش متجوزة، يسيب الستات في حالهم. وطبعا ابنها هيموت ويعترض لانه لحد دلوقتي مرتبطش ولا مره في حياته، وعشان امه ست قادره بيوعدها انه هيركز في الشغل ومش هيقرب لستات، وبيبقى متعصب طول اليوم فبيفش غله في السكرتير. وكل ده يا عيني عشان قال له انه جعان. وفجاه بتدخل بطلتنا وبتوزع عليهم كيك بمناسبه فرحها وبتعزمهم عليه، وكده القادرة تبقى دبست الرئيس في النقطة غير الامتيازات اللي شركته هتديها لها. فبيخلع من الموضوع وبيعرف السكرتير انه اللي هيروح مكانه وهيسلم النقطة عشان هو مش فاضي. بينما بقى بطلتنا بتكمل توزيع الدعوات عشان تعرف تلم فلوسها والنقطة اللي دفعتها قبل كده. ولما بتخلص وبتروح تحضر الاجتماع صاحبتها بتزعق لها وبتسألها هي ليه ما حطتش صورة العريس على الكارت، لان سوزي بتأكد انه وسيم فتاك. فبنتنا بتعرفها انها كانت عايزة تعمل لهم الموضوع ده مفاجأة وبتخلع، بس الموظفين مش بيسكتوا. فواحدة تانية بتسألها اذا كان العريس يتقدم لها، فبنتنا الكدبة بتقول لها طبعا امال هوافق اتجوزه ازاي، ده فضل يجري ورايا ويترجاني عشان اوافق عليه. وفي اللحظة دي بيتدخل الاكس ابو سرمو بيقول لها امال مش شايف في ايديكي خاتم يعني. فبنتنا بتقول له مخبياه وهوريه لكم يوم الفرح، ربنا يستر من البلاوي اللي هتحصل. وبتعرفهم انها هتعرض فيديو وتوريهم ازاي تقدم لها، وعشان تصور الفيديو محتاجة البطل. فبتروح تعرفه انهم لازم يأجروا مكان ويمثل انه بيعترف لها بحبه، وكل ده هيتصور عشان الفرح ومحدش يشك في حاجة وتعرف تلم نقطتها. فهو بيتعصب وبيطردها من المحل، فالقادرة بتستغل ان في ناس واقفة وبتقوله بعد اللي عملته فيا طب وبنتنا هنعمل فيها ايه، وبتفضل تعيط اتمحلسي يا اختي اتمحلسي، والناس كلها بتتعاطف معاها لحد ما القطة بتيجي وبنعرف ان دي بنتهم. فالناس اللي كانوا متعاطفين معاها بيهزقوها، ولكن بنتنا مش بيهمها وبتقرر تحل الموضوع بنفسها. فتاني يوم بتروح مطعم وبتصور نفسها وبتمثل قال ان في حد بيأكلها وبيهتم بيها ومقضينها رومانسية وفراشات، بس كل ده في خيالها المريض والناس اللي حواليها مفكرينها مجنونة. وبعدها بتروح تتصور في الجنينة على اساس ان البطل موجود وبيجري وراها، دي لسعت منها على الاخر. وفي اخر اليوم بتروح تتسوق على اساس ان البطل بيشتري معاها، وبتبقى عايزه تاكله واحده من العينات، بس الموظفه بتفكر ان هي اللي عايزه تاكلها وبتقطم. وطبعا بنتنا بيبقى شكلها زباله بس مش همامها، كله في ده النقطه. وبتروح توري كل ده لصاحبتها، واللي بيقولوا لها باين قوي انك بتمثلي عشان عينيكي ما فيهاش حب، وبيقترحوا عليها تاخد صورها مع حبايبها القدام وتشيلهم وتحط مكانهم البطل، والاي اي ما خلاش حاجه صعبه. بس بنتنا بترفض الفكرة دي تماما، لأن لو حد من الإكسات حضر الفرح وشاف الصور الفضيحة هتبقى بجلاجل. وفي الوقت ده بطلنا بيجيله اتصال من مامته، واللي بتبقى ست قادرة مفترية ورمته زمان وسافرت كندا، وبتبقى عايزاه يجي يعيش معاها هناك، فبيرفض وبيعرفها انه خلاص هيتجوز وأسس حياته الخاصة ومش عايز يكلمها تاني. بينما بنتنا بعد ما بتشتري خواتم الجواز وبتروح للبطل المحل عشان تديله خاتمه، بس فجأة بتتحبس والنور بيطفي عليها، وهبة بتلاقي في أنوار بتشتغل وبيظهر لها كلمة ماري مي، وبيبقى البطل عاملها بعلب الزبادي. بص هي فكرة مش مكلفة بس كرياتيف.
وبعد شوية بتلاقي قطر طالع وفي خاتم وبيبقى لعبة، ولكن مع ذلك بتبقى فرحانة بيه. وابننا عشان يفاجئها أكتر بيعرفها إنه لم كل الحلويات اللي بتحبها وجابها لها النهاردة، قلنا قبل كده الوصول لقلب الست عن طريق معدتها. وبيتقدم لها للجواز وبيبقى عمل كل ده بالاتفاق مع صاحبتها عشان يصوروا فيديو الفرح بدل المعفن اللي كانت عاملاه. وبيفضلوا يراجعوا المشاهد وبيحسوا ان عيون البطلة مليانة فراشات وقلوب، وبيخمنوا انها ممكن تكون وقعت في الحب ومش حاسة. وعلى الجانب الآخر الرئيس بيلاقي التاب بتاع مامته، وعشان هو بيقدر الخصوصية حبتين بيفتحه وبيلاقي في وشه روايات بير السلم اللي أمه بتقراها، وحرفيا بيتصدم صدمة عمره وبيفقد النطق اللحظات، ومش بيبقى مصدق إن مامته الشريفة الطاهرة العفيفة بتاعت الأخلاق الحميدة بتقرأ ده. ويعني الولد بيقع على الكرسي ومش بيقدر يتحرك. وتاني يوم بيبقى اليوم المنتظر، وده لأنه الفرح، وبتبقى المهمات متقسمة ما بين بطلتنا وصاحبتها. فبنشوف صوفيا وهي بتوجه المعازيم، بينما انجي بما انها كاتبة بتألف للمعازيم قصة ان اهل البطل مسافرين بره وعشان كده مش هيحضروا النهاردة، بينما بقى بطلتنا بتقف تستقبل ضيوفها حبايب قلبها اللي هينقطوها ويظبطوها. لما بيشوفها بترجع تحلو في عينيه، هو بيبقى مستخسر ان حد غيره يتجوزها. واول ما مراته بتدخل بيقف زي الالف، وهي اصلا مش بتعبره، بتروح تسأل بطلتنا عن العريس. للدرجه دي يا سوزي؟ وبتبقى بنتنا اصلا مبدله الادوار، فواقفه هي تستقبل المعازيم مكان العريس ومقعده هو في اوضه العروسه، وبنتنا بتبقى جايبه امها الفرح لان صحتها ضعيفه وفي احتمال تموت قريب، فما تلحقش تحضر فرحها الحقيقي فتبقى عايشتها اللحظه. وكمان بتعزم كل القبيله اللي امها كانت بتربيها عشان يتصوروا معاها وكمان ينقطوها، ما تنسوش الحته دي. وفجاه بطلتنا بتشوف عروسه تانيه مع باباها، فبتزعل، وده لان ابوها متوفي، وبنعرف انه كان راجل كيوت ومسالم وهو الوحيد اللي بيراضيها بعد الحاجات اللي امها كانت بتعملها. وفي اللحظه دي بيجي بطلنا وبيعملها زي سندريلا وبيلبسها الجزمه اللي وقعت منها، وبيدخلوا القاعه. ومش محتاجه اقول لكم كل الستات لما بيشوفوه بيدوبوا في جماله. لمي نفسك يا حبيبتي انت وهي، المنتج ده محجوز للبطله مش ليا. بينما انجي بتبقى هي اللي بتلم النقطه، طب كنتوا مسكوها لي انا، اقل حاجه هعملها هاخدها واطلع اجري. المهم ان انجي بتتفاجئ لما بتلاقي السكرتير جاي ينقط باسم الرئيس، وبيبقوا عارفين بعض من ايام الثانوي وبيبقى لسه فاكرها فبتبسط. وقلت لكم قبل كده انه كان بطل كل رواياتها وبتبقى بتحبه، وعشان كده مطلعه نفسها البطله قدامه. وسكرتير بيسالها اذا كانت لسه بتكتب قصص للاطفال، وده لانها زمان كانت نقيه بريئه بتكتب للاطفال بس، وعشان كده دلوقتي مش بتنطق وبتقعد تهز دماغها. بينما الرئيس بيبقى فاق من الصدمه اللي خدها امبارح، وطبعا مش هيروح يهز امه، فبيتسلى بقى على انجي وبيقعد يكتب لها تعليقات شتيمه وتهزيق ونفسه يجيبها من شعرها. ونرجع بقى للابطال، وبيبقى كده الفرح خلص، وبيبقى المفروض بطلنا يسيبها وهي تروح الفندق تقضي شهر العسل لوحدها. بس سوزي بتعرفها انهم نازلين معاهم في نفس الفندق عشان يستعيدوا الذكريات، وبتعرض عليهم توصلهم، وبيتزنقوا كده. فبطلتنا بتعرفهم انها هتيجي وراهم بتاكسي، وبتتحايل على البطل لحد ما بيوافق يروح معاها. وابطالنا بيمثلوا عليهم الحب وكل شويه يحضنوا بعض عشان ما يشكوش في حاجه، ومن حظهم الفقر ان اوضه سوزي بتبقى جنبهم، يعني كده مفيش هروب خالص. وبتضطر تدخل مع بطلنا الاوضه وبتقول له انت هتفضل كيوت زي ما انت ولا هترجع كلب مسعور زي ما كنت. وبطلنا في اللحظه دي بيفتكر ان وقت الفرح راح حضن مامتها، وسبحان الله افتكرت اسمه وهو الوحيد اللي حصل معاه كده، وشكله هيبقى واحد من القبيله اللي كانت بتربيهم وهيبقى عارف البطله من وهم صغيرين زي ما قال. بينما بقى انجي بتبقى ماسكه في السكرتير ومثبته، وبنعرف انها واقعه في غرامه من ايام الثانوي، وقالت بس هو ده هيبقى زوجي وقرة عيني. وبنعرف ان في مرة انجي اتذنبت فراحت تذنب مكانها عشان تريح رجلها اللي وجعاها، وكان لطيف وحنين ووسيم، ومن ساعتها وهي واقعة في حبه. ودلوقتي بيسألها اذا كانت لسه بتكتب، فلما بتقوله ايوه بيعرض عليها تبعت له نسخة من رواياتها، فبتشرق في اللحظة دي وبتعرفه انها بطلت تكتب للاطفال ودلوقتي بتكتب قصص حب للكبار. فبيفكرها قصص محترمة مش تحت بير السلم، خصوصا ان الست هانم بتقعد تكلمه عن الاحترام وان قد ايه روايتها مؤدبة وهادفة. يا كدابة اللي عايزة ضرب الشبشب. والمشكلة ان السكرتير بيبقى مصدقها ومش عارف ان الست هانم مطلعه في رواياتها الوغدي الشرير القاسي كرنب زبادي اللي بينفخ البطلة وبيمرمطها، ومع ذلك بتبقى واقعة في حبه. والسكرتير بيديها رقمه عشان تكلمه وبيسيبها عشان عنده شغل. ونرجع بقى لأبطالنا، فبنلاقي ابننا الجنتل ساعدها انها تشيل كل الدبابيس، فبتسأله اذا كان زعلان عشان معرفش يقرب منها في الفرح،
وبنعرف ان كل المعازيم فضلوا يتحايلوا عليه عشان يبوسها، بس ابننا المؤدب المكسوف خالص بسها من خدها، ولكن ده طبعا مش هيعجب المعازيم اللي بيضغطوا عليه عشان يبوسها بجد. وكان لسه بيقرب بس امها بتطلع تجري في اللحظة دي وبتنقذ الموقف. ودلوقتي بيحس انها بتستفزه بالكلام، وعشان كده بيزقها على السرير وبيزنقها وبيقول لها شكلك انت اللي زعلانه عشان اللحظه باظت، ما تقلقيش هحقق طلب المعازيم دلوقتي، وبيبدا يقرب منها. فبنتنا بتبقى اسد وبتقول لنفسها جمادي يا بت، وبتقول له هو لو راجل قرب، فبيخاف طبعا وبيطلع يجري، ما دي قادره ومفتريه. فبتاخد نفسها اخيرا، وده لانها كانت هتضعف بجد، وبتفكر نفسها ان ده جواز مزيف وما ينفعش تتهاون. بينما السكرتير في الوقت ده بيبقى عند الرئيس واللي بيوري الروايات، ومن حظ انجي انها بتكتب باسم مستعار، والا السكرتير كان عرفها واتفضحت. والسكرتير بيتصدم لما الرئيس بيعرفه ان بطل كل الروايات نفس اسمه وشبهه في كل حاجه، وبيوضح له ان امه اللي بتقرا الروايات دي، وهو طبعا مش هيقدر يكلمها ولا يزعق لها، بس هيفضل ورا الكاتبه ويهزقها ليل نهار لحد ما تقول حق برقبتي وتعتزل. ونرجع لأبطالنا واللي بيبقوا فرشين وقاعدين يعدوا النقطة، عد فلوسك يسطا زينهم. وفي اللحظة دي ابننا بيقرر يفتح لها قلبه، فبيعرفها ان مامته سابته زمان وهو صغير وسافرت واتجوزت في كندا، وكانت بتعيش حياة صعبة عشان جميلة، وان العيلة هناك مش معترفة بوجوده، فاضطر يعيش مع جدته هنا، وطبعا ماشي بنصيحتها لحد دلوقتي. وبنتنا بتحس انه وثق فيها عشان حكى لها، فبتبدأ هي كمان تثق فيه لدرجة انها بتنام وبتسيبه هو يعد النقطة، وربنا يستر من الراجل لما بيمسك فلوس. ونروح لإنجي اللي ربنا يهديها، وبتبقى قاعدة تكتب في فصل جديد من الرواية لحد ما بيوصل لها خبر ان واحد هريها شتيمة في التعليقات، فبتمثل انها جامدة وبتدخل تقراهم، فبتتخض من اللي شافته ومش بتقدر تتكلم. وتاني يوم الأبطال بيهربوا من الفندق وبيقرروا ما يعودوش أكتر من كده، وبنشوفهم وهم في المطار، وبطلتنا بتديله ظرف في نصيبه من العملية، وبتطلب منه يسافر كندا ويحاول يصلح مشاكله مع مامته، وبتطمنه انها هتهتم بالقطة. ولما بتركب الطيارة بتتفاجئ انه سايب لها ظرف فيه نقطة منه هو غير اللي اديته له، وبيتمنى لها حياة سعيدة وانها تلاقي شخص تحبه وتتجوزه بجد. وبتبقى بطلتنا فرحانة، بس مش عارفين هل ده من الجواب ولا من النقطة الزيادة اللي دخلت جيبها. وبيعدي 3 شهور لحد ما بنوصل لليوم المنتظر، وبنلاقي بطلتنا كسبت في المسابقة، والإكس هو كمان كسب والمفروض يتكرموا. ونروح بقى الإنجي واللي بتبقى بترقص من الفرحة، وده لأن روايتها هتتحول لمسلسل إذاعي، يخرب بيتك يا إنجي. والمنتجة شهد بتعرفها إن ده مش هيبقى أول تعاون ما بينهم، وهيشتغلوا في حاجات كتير بعد كده، يخرب بيوتكم انتوا الاتنين. وبيبقوا عايزين يروحوا يحتفلوا بالمناسبة دي، بس شهد بتعرفهم ان عندها موعد مع حبيبها. ونروح بقى للرئيس واللي بياكل ضرب من ابوه، وده لان الغبي كتب التعليقات من الاكونت بتاعه الاصلي اللي مكتوب باسمه، فطبعا الفضيحة بقت بجلاجل والاسهم بتاعتهم هتنزل، وكمان انجي رفعت عليه قضية. وبيبقى السكرتير قاعد بره وسمع زعيقهم، فبيجف شر وبيحتفل، وده لان القوي في الاقوى منه. وبتبقى أم الرئيس قاعدة وزعلانة منه لأنه بيشتم الكاتبة المفضلة، وشكلها كده مش هتسامحه، ويا لهوي لو حرمته من الميراث. وبسبب العلقة اللي خدها مش بيعرف يوزع الجوائز، فسوزي هي اللي بتسلمها للموظفين. ونروح لإنجي واللي بتبقى مبسوطة إن القانون هياخد لها حقها من الوغد ده، وفجأة بتلاقي شاهد راكبة في العربية مع حبيب صوفيا وشكله كده واخده وبيخونها. ونروح لبطلتنا واللي بتبقى مفروض خارجة في عشاء عمل عشان يحتفلوا بالجايزة، وبيبقى طبعا الإكس هو كمان حاضر وسوزي معاه، فبتقعد تدلعه وتهتم بيه قدام الحاضرين. فصاحبة بطلتنا بتقول لها وانت ما جبتيش جوزك معاكي يدلعك ويحتفل بيكي ليه؟ خصوصا إن وسيم خليه يطل علينا ويهل، انت ملك يا حشرية. فبطلتنا بتعرفها انه مسافر كندا دلوقتي لأهله، ولما يرجع هتعمل له حفلة استقبال مخصوص وهتعزمهم كلهم، يا كدابة. وفي اخر السهرة بنتنا مش بتبقى في وعيها، فلما كانت مروحة بتعدي على المحل وبتشوف بطلنا، فبتروح تخبطه من ظهره، ولكنها بتتفاجئ انه شخص تاني، ده بطل عداء جميل يا بنات فاكرينه، اللي كان طول بعرض وبيمشي يهد الارض. فبنتنا بتعتذر له وبتقوله انها كانت مفكرة الشخص اللي بيشتغل قبليه، ومش بتبقى دي أول مرة تعمل فيها كده. وبنعرف إنها لما رجعت من السفر عدت على المحل برضو عشان كانت مفكرة بطلنا هنا بس ما لقيتهوش. والموظف القمر بيعرفها إن البطل استقال عشان هو مسك الشغل مكانه. ولما بنتنا بتدخل عشان تشتري بتحس إنها مفتقدة البطل، وإن في فرق كبير ما بينه وما بين ده، لأنه كان حافظ أماكن كل الحاجات اللي بتحبها. وبتبقى البطلة مفتقدة لأنها عمالة تتصل بيه بس هو مش بيرد ولا بيعبرها.
وبيبقى البطل أصلاً مختفي عن الأنظار وقاعد عند أمها في المستشفى ومحدش يعرف سبب ده إيه. المهم إن بطلتنا مش بتبقى طايقاه ولا طايقة نفسها بسبب القطة اللي سايبها لها وعمالة تكسر في البيت، وهي مضطرة تستحملها وتنظف مكانها وكمان تأكلها وتحميها ولا كأنها أمها. وفجأة بتلاقي إنجي داخلة عليها ولبس الفرو ده وتحت شوية هدوم جايبها من كاتوك سوق الجمعة، فهي وصوفيا بيتخضوا منها. المهم إنها مش بتعرف صوفيا بموضوع حبيبها وبتقول لهم إنها نازلة تتمشى، بس بتبقى كذبت، وده لأنها راحة القسم عشان النهاردة اليوم اللي هيتحقق فيه مع الوغد اللي بيشتمها. وبيوصل بقى الرئيس في عربيته الفخمة، ولكن بيبقى لابس لبس متشردين، وكل ده بأوامر من أبوه عشان يأكد إنه ملوش علاقة بالشركة وإنه شخص فاضي وعاطل، وعشان كده كان بيكتب لها تعليقات على الفاضي والمليان. والسكرتير الواطي بيسيبه وبياخد العربية وبيخلع، بينما بقى الرئيس بيدخل للضابط اللي بيتسلى عليه وبيبقى طبع له كل الكلام اللي كتبه، وبيبقى حوالي 15 ورقة من الشتيمة، فبيخليه يقراهم واحدة واحدة عشان يحس بالذنب. وبتبقى إنجي واقفة من بعيد وبتصوره عشان تحفظ شكله، وفجأة بتجري عليه عشان بتبقى عايزة تضربه، ولكنها بتقع والتليفون بيقع منها، وعشان الرئيس متربي 7000 مرة بيجري عشان يجيبه لها ويقومها. وفجأة بيجي لها رسالة من الضابط اللي بيعرفها انه حقق مع الوغد اللي بيشتمها، وبتبقى الرسالة جاية لها باسمها المستعار، فبيفهم ان دي الكاتبة. فإنجي بتتخض وبتسيب له التليفون وبتطلع تجري، وبتكلم البطلة من تليفون عمومي وبتطلب منها تيجي تاخدها من عند القسم. ولما بطلتنا بتوصل بتتصدم من شكل الرئيس ولبسه، ولكنها ما تفرقش عنه في حاجة عشان بتبقى نازلة بلبس البيت. والرئيس بيحاول يداري على الموضوع فبيهنيها على الترقية وبيخلع، بينما هي بتروح تاخد صاحبتها وبتديها تليفونها. وبنعرف ان الرئيس اللي متربي 7000 مرة سابه لها في القسم، ولحد دلوقتي بطلتنا ما تعرفش ان الرئيس هو الوغد اللي بيشتم انجي، بينما الرئيس بيبقى المفروض يكتب اعتذار للكاتبة. ويعيني مش لاقي كلام يقوله، اشمعنى في الشتيمة ايديك صاروخ. وفجأة السكرتير بيدخل يستأذنه انه هيخرج مع صاحبته المحترمة اللي بتكتب قصص للأطفال، وبيسأله اذا كان عايز يشوفها، فالرئيس بيقوله لأ. وبعد شوية الرئيس بينزل يجيب حاجة وبيتصدم لما بيلاقي الكاتبة قدامه، فبيلف وشه بسرعة قبل ما تشوفه، وبتبقى هي جاية هنا اصلا عشان تقابل السكرتير حبيب القلب. بينما بطلتنا بتتفاجئ لما البطل بيظهر قدامها وبيبقى خلاص قص شعره. ليه؟ أنا كنت معجبة بيه. بس أحلى حاجة إنه خلاص هيشتغل معها هنا في نفس الشركة. وواضح كده إن الحلقات الجاية هتبقى مليئة بالرومانسية والفراشات ما بين أبطالنا الأمامير، وطبعا هيبقى فيه أكشن وتشويق ما بين الثلاثي العجيب واللي هما الرئيس والكاتبة والسكرتير. وده كله إن شاء الله هنعرفه في الجزء التاني، لأن ده ملخص الحلقات اللي نزلت من المسلسل عشان لسه بيتعرض زي ما قلتلكو. فلو عجبكم الملخص وعايزين تشوفوا الجزء التاني ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتوصلوا ل10,000 لايك، وكمان تشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار أول ما ينزل. ومستنية رأيكم تحت في التعليقات والمسلسلات اللي انتوا عايزينها، وكمان أسماءكم عشان ملخصات الأطفال الجاية. باي باي.